اهلا بيكم من جديد. دلوقتي هيكون معانا شيماء، الحاله اللي انا كلمتكم عنها قبل الفاصل. شيماء شابه اصيبت بعاهه مستديمه نتيجه رعونه وغباء وجبروت من طليقها. شيماء مستقبلها اتدمر بسبب تصرف انسان مش طبيعي. شيماء ينطبق عليها مقوله ومن الحب ما قتل. هو في كده فعلا؟ طليق عمل فيكي ايه شيماء؟ طليق خطفني ليلة القدر في رمضان، وراح جاي كاب عليا مية نار. خطفني عنده في البيت، كاب عليا مية النار وشربها لي. انتي كنتي فين اصلا؟ انا كنت عندي والدتي، فاطرين عندي والدتي ليلة القدر، ومروحة على ابو كبير انا مع اختي ليلة القدر في ليلة رمضان. القدر في رمضان في 2013. فراح جاي واخدني من على الطريق، خطفني كاب عليا مية نار، مشربني مية نار. رحت البيت عنده، قعد يضرب فيا بمنشار على ظهري ورجلي. بعدها بساعة ونص المباحث جت. طب احكي لنا يا شيماء، انت تعرفتي عليه واتجوزتيه ازاي؟ اتعرفت عليه عن طريق التقاليد، يعني لازم الواحدة والدها متوفي لازم تتجوز، والدتها ما تنفعش تعيش والكلام ده، لازم والدتي تتجوز والبنات سترة البنات والكلام ده. جوزوكي وانت عندك كام فاتجوزت، سنة؟ جوزت حوالي وانا عندي 17 او 18 حدود كده. اتجوزت وعشت بقى، وقلت اتجوزها وخلاص. طب وايه اللي حصل وطلبتي منه الطلاق ليه؟ طلبت منه الطلاق، هو بيرمي يمينات كتير، وكنت انا اساسا محرمة عليه. يعني هو كان طلقك 3 مرات، رمى عليا يمينات على طول، بيرمي اليمينات. فلما سألنا يعني يحصل مأذون، مشكلة يبتدي يرمي ايوه اليمين. يرمي يمين، فلما سألنا مأذون قال انت محرمة عليه فلازم تتطلقي. يعني بس انت كنت محرمه عليه وقت ما خطفك، كنت امال محرمة هو عليه خطفك وكنت ليه؟ مطلقة منه، وطلع رسمي بتاعي أسامي الطلاق رسمي، مطلقة منه ومحرمة وخطفك عليه. عشان ينتقم منك ولا هو كان عايز ايه؟ خطفني وجاب مأذون على حساب المأذون يرجعني. المأذون جه، انا قلت له انا هبلغ فيك، لو كتبت بلاغ هبلغ فيك. قال انا ليا في كتب كتاب، ماليش في اي حاجة غير كتب كتاب بس. يعني ف المأذون كان موافق يكتب كتابك؟ المأذون اللي له فيه يكتب كتاب، ملوش دعوة بأي حاجة، له انه يكتب الكتاب بس. هو اسمه عاطف ابراهيم احمد، ده طليق ولا المأذون؟ ايوه ده طليقي، واحمد ابراهيم احمد، وعلي الجمال، وكريم ابو جلال، هما الاربعة دول اللي هما خطفوني. خطفوكي ازاي يا شيماء؟ هما خطفوني، كنت مروحة من عند والدتي، عربية ملاكي احمد ابراهيم احمد البحراوي من الابراهيمية شرقية، فلقيته واقف في العربية، وعلي طب يا وجمال شيماء، احنا وكريم. معانا الاستاذة تغريد صابر، نائب رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة بالشرقية. أنا أستاذة تغريد المحامية، المجلس القومي للمرأة بالشرقية. نرحب بيك يا استاذة تغريد، اهلا بيكي. أستاذة تغريد، ألو. طيب احنا هنحاول نتصل بأستاذة تغريد تاني، كملي يا شيماء. اللي حصل ان انا كنت مروحه من عند والدتي، راحوا جايين واخدوني من على الطريق، خدوكي خاطفيني ازاي؟ وقفوا التوك توك عربيه، انا مروحه ساعه صلاه التراويح، ساعه صلاه العشاء بالليل. ليله الاد كانت ليله الاد في كان رمضان، معاكي حد؟ كانت معايا اختي وجوز اختي وعيال اختي. جوز اختي سايق التوك توك، وانا راكبه في التوك توك، انا واختي وولاد اختي. لقينا خطفك من عربيه التوك توك؟ ملاكي، ايه خطفك من التوك توك؟ خطفني من توك توك، عربية ملاكي ادت نور جامد، ووقفت التوك توك على الطريق، طريق ابو كبير عندنا، وراح جاي وخطفني منه، خطفني منه وراح جاي موديني على البيت عنده. بس ضرب بقى في العربية طول ما انا ماشية، وكب مية النار في العربية، و كب مية نار جت على عينك كب مية نار وشربني المية النار ده في العربية. وشربها لك كمان؟ مية النار دي كانت مخففة، ان هي مش اذت معدتي وموتتني ساعتها، ان هي كانت مية نار مخففة، والتقرير الطبي الشرعي اثبت الكلام ده. هو كان قصد يعني بس يهددك عشان توافقي ترجعي له؟ قصد الكلام ده اللي عندي الموجود، كان المأذون موجود قال لي هتكتبي الكتاب يا اما كب عليكي ميه النار على عينك التانية، قدام المأذون وقدام قدام الناس اللي المأذون موجودة. وقدام الناس طيب اللي ممكن قدام المأذون. تورينا عينك كده يا شيماء؟ انا
والعند دلوقتي فيها سلك. فيها سلك. فيها سلك. طيب يا شيماء احكي لنا بقى ايه اللي حصل بعد الحادثة. اللي حصل بعد الحادثة ان انا رحت على البيت عنده، الناس هناك طبعا شاهدين بالكلام ده، ماشي، ان هو كان فعلا خطفني الليلة دي وكنت عنده في البيت، قعد يضرب فيها بمنشار حديد لدرجة ان هو كان ليه كده؟ هيقطع ليه رجلي. ليه كده؟ يعني هو ده حب زيادة ولا ده غباء ولا ده ايه؟ هو طريقتهم كده، يعني انتي عايزة تطلقي وانا مش كنت عايزة اطلقك، مع اني انا محرمة عليه، ده بني آدم مش والمأذون طبيعي سابت بقى. الكلام ده يعني ان انت انا مطلقة خلال حياتك ومحرمة معاه عليه. هو كان بني آدم طبيعي لا وانت مش عايشة معاه؟ طبيعي، مش كان طبيعي، بيشرب حاجة؟ هو على طول بيتعاطى حبوب وحاجات دي خالص، اه بياخد حبوب كتير. يا ربنا ينتقم منه. يعني انت عينيكي ما شاء الله جميلة. ربنا يسامحك. طب احنا معانا دلوقتي استاذة تغريد، استاذة تغريد صابر، نائب رئيس المجلس القومي للمرأة بالشرقية. اهلا بيكي استاذة تغريد. اهلا يا فندم، اهلا وسهلا اهلا بحضرتك. بحضرتك يا فندم. دلوقتي استاذة تغريد تحكي لنا ايه حكاية شيماء؟ العنف ومسلسل العنف ضد المرأة اللي بدأ يرجع تاني، بدأ يزيد تاني، وبقينا نتراجع في المجتمع المصري. العنف ضد المرأة لمجرد ان هو ألقى عليها يمين الطلاق 3 مرات وبقت محرمة اه يعني عليه، هو اللي ولا غلطان، هو اللي طلقها. ده هو مطلق، في رجاله بتبقى مطلقه كل مشكله ترمي يمين الطلاق، فانا طلقت 3 مرات واصبحت محرمه عليه. ليه وليه بقى ان هي بعد العده المفروض انها تتجوز؟ يعني انت شايفاها قدامك صغيره في السن ما وكانت شاء الله جميله، جميلة. كانت زي البدر وزي القمر ما شاء الله. فليه بقى وليه ان هي هتتجوز؟ عايزها راجل بيتعاطى مخدرات، يعني اه عايز يرجعها. طب هي البنت متاكده ان هي بقى اصبحت محرمه عليه، هو مش فاهم القصه دي بقى. هو مش فاهم او هو مش طبيعي لا لا يعني. لا، هم بيستهبلوا في كتير، في جدا بيستعبطوا، والمخدرات بتهيأ للناس حاجات كتير، واللي بيبقى في دمه العنف الشيطان بيكرر له كل الشيطان. طب احنا يا استاذه تغريد من خلال المجلس القومي للمرأة نقدر نساعد شيماء ازاي ونرجع لها حقها؟